ومن المرشحين للرئاسة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، حديث الساعة كان يعني بسبب ثواني قليلة ظهر فيها وهو لابس طاقية حملة ترامب. لبس الطاقية ثواني بس طبعا هذه كانت كفيلة أنها تنتشر على طول يعني، لكن القصة لها أكيد خلفية يعني. ففي فعالية لإحياء ذكرى 11 سبتمبر في مركز للإطفاء في شانكسفيل في بنسلفانيا، مكان ما تحطمت الطيارة في هذاك التاريخ، كان بايدن بيتكلم مع أحد الحضور، وكل هذا صار قبل وصول ترامب بساعة. طيب حملة ترامب أكيد ما حتمرر موقف زي هذا، واستغلته أفضل استغلال وراحت ونشرت الصورة اللي لابس فيها القبعة وشكرت بايدن على الدعم، ورجعت في بوست ثاني قالت أنه هاريس كانت سيئة في المناظرة لدرجة أنه بايدن صار يدعم ترامب، وهنا البيت الأبيض خلاص شعر أنه محتاج يتدخل، فقال المتحدث باسم البيت الأبيض أنه بايدن لبس القبعة في بادرة ودية ليظهر الوحدة الوطنية، وقال أنه بايدن أهدى داعم ترامب قبعة عليها ختم الرئاسة، فالرجل قال له إذا أنت أو إذا أنا أخذتها لازم تلبس أنت كمان قبعة حملة ترامب.